السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. واهلا بيكم في قناتي منوعة دعاء مرسي. لأول مرة تشوف القناة ما تنسيش تعملي لايك سبسكرايب اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. النهاردة نعمل مع بعض طريقة عمل كحك العيد. طريقة سهلة وناعم جدا وحلو جدا. شوفي الوصفة معايا ازاي مكوناتها. عندي هنا سمسم حوالي نص كوباية، وعندي معلقتين كبار من السكر، وهنا عندي نص معلقة ملح، وعندي 2 بيكنج باودر على كل كيلو. انا هعمل 2 كيلو على كل كيلو كيس واحد بس. وعندي من كوبايتين لثلاثة لبن، وكمان عندي الملبن عاملاه بسمنة بلدي وحط عليه سمسم. هنا عندي كيلو ومية جرام من السمنة. انا بحط هنا يعني حوالي 100 جرام على 2 كيلو، يعني كل كيلو لو هتعملي كيلو هتحطي نص كيلو سمنة، وهتحطي 50 جرام معاه كمان عشان تطلع الكحكية طرية وحلوة. طيب هنا بقى عايزة اقول لكم، مش هنقدح السمنة ولا حاجة، احنا هنحطها زي ما هي كده، احنا بنشتريها كده وهنفضيها من العلبة بتاعتها، وبعدين هنضربها بالمضرب لحد ما تعمل معانا فوم ابيض اكنك بتعملي كريم شانتيه بالظبط. خلاص بقى مش هنسيح السمنه ولا هتوجع معدتنا ولا قلبنا ولا الكلام ده كله خالص، ولا تعمل معانا حموضه ولا حاجه. هنا شفتوا، هنا بصوا بعد ما ضربت السمنه تديني المنظر، شايفين ده اتحولت للون الابيض وبقت عامله زي الفوم كده بالشكل ده. هبتدي بقى احط عليها السكر، معلقتين سكر كبار. طبعا مش هنحط سكر كتير عشان احنا بنكتفي بالسكر البودر اللي بنحطه على الوش. وهبتدي اضرب تاني هنا زي ما انتم شايفين السمنة. وبعدين عندي هنا 2 كيلو دقيق طبعا منخول، انا نخلاه طبعا بالشكل ده كده. خلاص هجيب بقى عليه الحاجات الجافة كلها. هجيب نص معلقة صغيرة من الملح او رشة بسيطة يعني، وبعدين هجيب السمسم وبرضو هحطه عليه، وهحط البيكنج باودر برضو. كل المكونات الجافة هحطها مع بعض. دول كيسين بيكنج باودر على كل كيلو، بحط كيس واحد بس زي ما انتوا شايفين كده. هفضيه وهقلب برضو عشان كله يختلط قبل ما احط على السمنة بالشكل ده كده. بخلي كل الدقيق طبعا ياخد البيكنج باودر. وادي السمسم كمان حوالي نص كوباية من السمسم. عايزة تكتري تحطي، مش عايزة تحطي خالص بلاش، براحتك يعني حسب ما انت عايزة. برضو هخلط السمسم مع الدقيق هنا قبل ما احط السمنة. بالشكل ده كده. بعد كده هجيب السمنة، هي شايفين عاملة ازاي الفوم، عاملة كأن الكريم شانتيه بالظبط شكلها. بصوا عاملة ازاي، انا عايزة الشكل ده بالظبط، مش عايزاها مقدوحة. بعد كده هحط الدقيق على السمنة زي ما انتوا شايفين كده، هفضيه كله مرة واحدة بالشكل ده كده اهو. 2 كيلو دقيق ادي خلصته كله طبعا على السمنة. بعد كده هبتدي اخلط بايديا. طبعا مش هينفع اعمل بيه معلقه، انتوا عارفين الكحك والبسكوت لازم بايدينا طبعا. انا هنا هيدوبك حلف بس السمنه بالدقيق بالشكل ده كده. احاول اشرب كل الدقيق في السمنه
عشان ابسه. عارفين طبعا البس اللي احنا بنختلط بالدقيق بالسمنة بنفضل نبس فيها عشان كل الدقيق يشرب من السمنة. الشكل ده كده انا هنا خلصته. بصوا انا هنا بسيته اهو، شايفين ده الشكل النهائي بعد ما بسيت الدقيق مع السمنة بالشكل ده كده اهو. ده البس بعمله كده بكف ايدي واتكه وافرد يعني بكف ايديا بالشكل ده، يبقى ناعم معايا كده اهو. بكف ايدي وافرد، بكف ايدي وبفرد لحد ما اشرب كل الدقيق بالسمنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بسيط وسهل جدا، مقاديره سهلة وجربوه. هنا بجيب اللبن احط شوية شوية اهو، احط شوية والم العجينة بالشكل ده كده. طبعا في معاكي دقيق ممكن يشرب اللبن كله، في دقيق يحتاج تاني، فانتي هتحطي على حسب العجينة. انا هنا عندي حوالي من 2 لـ3 لبن كوبايات، طبعا اللي هي كوباية المج العادية بتاعت الشاي بتاعتنا، وهبتدي احط بالتدريج كده زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة تلم معايا. واشوف ادي تاني مرة بحط اللبن اهو، برضو سبت شوية برضو هلم العجين. انا هنا لميتها وبرضو محتاجة تاني، هحطهم بقى كلهم حوالي 3 كوبايات من اللبن. عايزة تحطي مية حطي، عايزة تحطي لبن ومية حطي، براحتك اللي انت عايزة اعمليه. الاتنين كويسين، مش هي يعني هيقول لا ولا حاجة. هبتدي الم العجين هنا بقى. هنا لميت العجينة بالشكل اللي شايفينه ده، شايفين لمت معايا وطرية، شوفوا ازاي. بصوا العجينة نفسها طرية جدا، شايفين طرية وناعمة كمان حتى قبل ما اسويها، لونها ابيض مش غامق بقى عشان السمنة مش مقدوحة، فطبعا اللون ابيض زي ما انتوا شايفين كده. ده الشكل النهائي للعجينة اهي. انا هسيبها تستريح شوية يعني 10 دقايق بس كده ونشكلها. انا هنا خلاص انا ريحتها وبعدين شكلتها بالشكل اللي شايفينه ده. بصوا بقى انا هنا ايه حسب ما انت عايزه تعمليه بالمنقاش زي ما بنعمله تعمليه. عايزه يعني تعملي بالبصامه دي حلوه جدا برضو، ليها حوالي 6 اشكال يعني، في منها 4 وفي منها 6. انا جايبه هنا 6 اشكال حسب ما انت عايزه بتشكلي. في كمان شكل جوه اهو، انا بصمتي بيه هنا كده اهو. طبعا الشكل اللي انت عايزاه هيعمل معاكي. انا طبعا عملت كام حاجه هنا وهعمل كمان قدامك عشان اوريكي الطريقه ازاي. انا طبعا حاشيه ملبن وعاملاه كوره بس كده مش اكتر من كده، واحط البصمه عليه واتكه بايديا، هتطلع الشكل على طول اهو زي ما انتوا شايفين كده. هعمل واحده تاني معاكم، هتك عليها وهرفعها وعملت معايا الشكل اهي، شايفين على القريب اهو. ده السمك بتاع الكحكية ازاي، شايفين يعني مناسب. انا حاولت اعمل كل الاشكال عشان تشوفوا اشكالها، اشكال البسطرمة نفسها في كذا شكل طبعا اهو زي ما انتوا شايفين. وبرضو عملت المنقاش بتاعنا عشان لو حابين تعملوا بيه يعني اي حاجة هتنفع عادي، فيش مشكلة خالص. عندك بصمة اعمليها، عندك منقاش اعملي. انا هنا هعمل برضو دي بالمنقاش اهي عادي بقى، طول عمرنا بنعمل بيه برضو، بنقشها عادي زي ما هي كده، مش بطريها مش يعني بتك عليها، عشان بعمل حساب اللي هي اول ما بتتحط في الفرن يعني بتسيح سنة كده صغيرة، فبتاخد الشكل الاصلي ليها، بتبقى شكلها كويس جدا وحلوة اهو بالشكل ده كده. انا عملتلك النوعين حسب ما انت عايزة هتعملي. طبعا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالشكل ده كده، وادي الكحكاية
طبعا هنخلص الكمية كلها وهنحطها في الفرن ونسويها ونشوف شكلها ايه في الاخر بعد ما نخلص الكمية. ايه دي الشكل عن قريب تاني اهو، ده الحجم بتاعها والسمك اللي انتوا شايفين كده اهو. تعال نشوف بقى بعد ما نخلصه شكله ازاي. وده بعد ما خلصنا الكحك بتاعنا، شايفين كله مقاس واحد وجميل جدا. عايز اقول لكم ناعم حلو جدا وطعمه احلى. شايفين المنظر بصراحة حلو قوي. بصوا ادي من تحت ده لون الطبيعي، شايفين لونه حلو قوي من تحت، شايفين حلو ازاي. ده اللون من تحت اهو لونه كده، شايفين حلو ازاي. هفتحها لكم كمان عشان تشوفها من جوه. بصوا طرية ازاي، ناعمة جدا وطرية اهي، فتحت معايا بكل سهولة. لو عجبك النهاردة الفيديو ما تنسيش تعملي لايك سبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. اتمنى يا رب يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. اتمنى تجربوه، احلى كحك عيد ناعم وبسيط تقدري تعمليه بكل سهولة.